ضمن اللاعبين ايضا، ولكن على عكس حاله قفشه تماما، بيشعر بالغضب الشديد هو طاهر. طاهر يعني عنده حاله من الاستياء بشكل كبير جدا بعد استبعاده من قائمه الفريق قدام المقاولين العرب. هو شايف ان هو جاهز فنيا وبدنيا، وهو اتفاجئ بقرار الجهاز الفني ان هم بيستبعدوه من القائمه. في الحقيقه يعني بعض الكلام كده اتقال او اتسرب ان طاهر اشتكى لحد قريب منه في النادي من تجاهل الجهاز الفني ليه من بداية الموسم، وقال ان ده تعمد بعدم ان هم الدفع بيه في المباريات، وطلب ان هو الفترة اللي جاية يعمل جلسة مع موسيماني ويشوف يعني يحدد مصيره، هيفضل هيستمر مع الفريق ولا هيفضل في استبعاد مستمر، ويشوف الفترة اللي جاية ممكن يبقى الأفضل ليه، هل يطلع مثلا في الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة. فكرة إن اللاعب يبقى متواجد يحيى وما بيشاركش دي بتبقى صعبة جدا على اللاعب، ومستواه فنيا بيبتدي يقل بشكل كبير، يعني ممكن يفضل يقل فنيا لغاية ما هو ما يبقاش موجود، يعني ما يبقاش هو حاسس بهويته، حتى لو نزل ممكن ما يبقاش موجود جوه الملعب حتى لو امكانياته عاليه جدا. فكر دايما بنتكلم ان اللعيبه مش مهم تكون يعني طبعا بتلعب في نادي بحجم النادي الاهلي، ولكن وجودك على دكه البدلاء لفتره طويله جدا لا ده مش ده بيقلل منك فنيا. فدايما كنا بنتكلم رجليك تبقى جوه الملعب طبعا. اللعيبه اللي بتطلع اعارات، انت بتطلع اعاره بترجع مره تانية بعد الاعاره، شفناها في اكتر من لاعب، واحد من نجوم النادي الاهلي دلوقتي اكرم توفيق لما طلع ورجع مره تانية، كل في لعيبه كتير مروان محسن خرج من النادي الاهلي بيسجل بيكسر مع الدنيا مع فيوتشر وماشي بشكل كويس جدا، لان دايما دايما بيبقى في ضغوطات محطوطه على اللعيبه دي لما بتلعب في انديه كبيره زي اهلي زمالك، بتلاقي عليهم على طول ضغوطات. ولكن طاهر ما بيشاركش، طاهر ما بيشاركش، واضح من ان موسيماني حتى مش بنشوفه مثلا بيديله وقت معين او وقت قليل حتى من في اخر المباراه او حاجه، لا هو بعيد خالص عن حسابات او خارج حسابات موسيماني بشكل كبير جدا، فما بنشوفهوش. وهو ده اللي خلى طاهر يفكر ان هو يعني شفنا طاهر في المباراه الوديه اللي كانت مع ميني سمنود في التوقف بيسجل، ولكن مش موجود في المباريات الرسميه سواء في الدوري او اي حاجه بيشارك فيها النادي الاهلي. وده اعتقد هيبتدي يفكر طاهر اذا كان يكمل مع النادي الاهلي ولا ممكن يكون بيخرج لفكره الاعاره، ان هو عشان يلاقي نفسه مره تانية ايا كان بقى ايه النادي. كل التوفيق لطاهر، واحد من اللعيبه اللي كانوا مكسرين الدنيا مع نادي المقاولين العرب، واحد من اللعيبه المميزين جدا، بنتمنى له اكيد كل التوفيق.